ريني فايلر. خاسن فايلر يعني الدنيا يعني اتجاه ايجابي زي ما هو راجل حتى طلع اتكلم يعني قال الكلام ده، الدنيا ايجابيه ان شاء الله، ويعني ربنا يسهل قريب الدنيا تبان ان شاء الله، اتجاه ايجابي ان شاء الله. يعني في خطوات جدية وخطوات إيجابية في تجديد ريني فايلر. في خطوات ايجابيه ان شاء الله. طيب حاجة تانية يا كابتن أمير، وبقول لك يعني استحملنا شوية فرصة إنك أنت موجود النهاردة وأسئلة بتطرح يعني بتطرح على الساحة كمان. فايلر في قعدته هل حدد احتياجاته للموسم القادم من اللاعبين ومن المراكز؟ كابتن انت عارف طبعا الحاجات دي، انت يعني انت ادرى الناس، الحاجات دي مش بنتكلم فيها خالص، دي كلها في الغرف المغلقه يعني. يعني سواء اتكلم او ما اتكلمش دي حاجه ما اقدرش اتكلم فيها دلوقتي خالص، دي حاجه مش بتاعتي. ان شاء الله كده في الوقت المناسب هنعلن سواء هنجيب حد او مش هنجيب حد الفتره الجايه، مين اللي موجود مين مش موجود، دي لسه في وقتها يعني. طيب دلوقتي الكلام كله لسه في الغرف المغلقه يعني. طيب اخيرا يا كابتن امير، بيتردد من البعض ان